ورد في فتوى السيد الخوئي أن من أفضل الأعمال في ليلة القدر هي زيارة الحسين سلام الله عليه. جاء أحدهم إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: مولاي. قال: بلى. قال: أخذني النوم في ليلة القدر حتى إذا قرب وقت الفجر أفقت، فشربت قطرة ماء قبل أن يرفع الأذان صوته. يقول: فذكرت الحسين سلام الله عليه وسلمت عليه ولعنت قاتليه وظالميه. التفت إليه الإمام سلام الله عليه قال: أدركت ليلة القدر. جينا نشدك أربلة، وحشتنا يا أبو علي والله، أي سنتين ما نشوفك أبا عبد الله. جينا نشدك أربلة مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها. شحال زينب هالليالي عندما تنظر إلى دار علي خالية. احنا ذكرنا يلا خلونا نعزي زينب، نسأل زينب: كيف حالك يا زينب في هذه الليالي؟ كأني بها قد أغلقت الأبواب. حسن حسين بلا لحد يهنيني بعيد الفطر يا ناس، خلوني في حزني عزي والطم الراس. ليش يا زينب؟ قالت: لجل الذي غالب صلاته نسل أرجاس. وين بتروحين يا زينب؟ قالت: والله لقض العيد باكر وسط البرور. امشي ونادي وين داح الباب مقبول، واقعد على قبره وخلي الدمع منثور. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن صاحب العصر والزمان وعن والدي ووالدي والدي وإخوتي وأخواتي وأصدقائي وجيراني وأهل بيتي حيهم وميتهم، وعلى الخصوص من قلدني الدعاء والزيارة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم.
أتيتك يا مولاي ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه السلام صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته ازور علي بن الحسين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم أزور الشهداء السلام عليكم أيها الصديقون السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم أزور أبا الفضل العباس سطرين تبقى وقبل السطرين إذا ذكرنا أبا الفضل العباس لابد أن نذكر زينب سلام الله عليها فكيف إذا اجتمعت زينب وأبي الفضل والحسين تصور هناك عند شط الفرات عند مصر أبي الفضل حينما مشتاق لولا حينما سقط أبو الفضل على واهجة الرمضاء يا الله جاء الحسين مهرولا وقف عند مصرع أخي كأني ناديه بلسان أخويا أبو فاضل عباس ولم يجبه يقول يا أبو الفضل ظهري كسار يقول لأحوم ما شوف لزنودك أثار أحوم يقول لعباس اليوم شامت بيا أخويا الدهار اليوم ما جاوب أبو فاضل كان ينادي علي عباس لم يجيبه يقول لأخويا اسمع اسمع أموت اسمع لسان الحسين يقول لأموت مغمض ساكت عني أموت يقول لأبو فاضل صوت ما تسمع الصوت اللي أسمع أبو فاضل يقول لصوت زينب يا أخويا جايتني بصوت
يقدر أبو فاضل على نواعزه حتى إذا نظرت إلى الحسين راجعا منحني بظهر تقول له أخويا أخويا وين اللي ما يرضى علي وين حسين راجع ظهرك من حني حسين ابو علي وين الكفيل وين الغالي قالت اوصف لي احواله قال مخ على الكتوف والسهم ناشب بعينه يا حزين وما يشوف شعر راسه مخضب دمه ومقطوع الجفوف قامت توجهت ناحية المدينة نادت أمه لكن تخاطب أم البنين إذا راح الولد قالوا إلى أمه الولد مولود لكن الأخو لو راح يقولون الأخو مفقود وأنا مفقود يا معباس مثل تامه موجود إذا راح الأخو يبقى محل للأبد خالي بيت الدعاء ما ضلت ولا واحد يم الأربعة لابنين قضوا ما بين متعفر وبين متارب الخدين لكن طيحت العباس كسر الظهر اخوه حسين السلام عليك ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إلهي بحقه وبحق أجداده وآبائه وأمه فاطمة تقبل أعمالنا اشف مرضانا فك أسرانا رد غربانا وارحم شهدانا جماعتي الحاضرين احفظهم والمستمعين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.